بدي محامي. نعم؟ أكيد عم تمزح، لشو بدك محامي؟ ما عندك متر ندى. بعرف، بس هيدي القضية شخصية وسرية. ما بدي لا متر رامي ولا متر ندى يعرفوا فيها. يي معقول؟ في شوفك بالمكبت؟ بالمكتب؟ تفضل. يا أهلين. أمري لله. ايه طمني عليك يا حبيبي، انتبه لحالك، انت رح تجي وشوفك بأقرب وقت حبيبتي، بس لحق هيدا الشغل المكسور علي. ما بعرف يا ابني، حاسي حالي مش مرتاحة، مش مرتاحة ابدا، تعبان. طب حبيبتي بتكوني مش عم تاكلي منيح، عاملي رجيم شي؟ رجيم شو؟ ولو لا يا حبيبي، لا رجيم ولا شيء. لكن أكيد راسك عم يشتغل كتير. شو بها؟ ما تشغل بالك، سلم لي على ريم وبوس لي إياها، وبوس لي هاني، دير بالك على ندى. الله معك. وصل حبيبتي، باي باي. شو؟ قلب على ندى، وندى مش هامم غير ندى. شو بيك عم تبربر؟ شو في انت وندى؟ لا ما في شيء، رايحين نسهر الليله، كله تمام. انا لازم اطلعها من الحبس، معطله ما معها تدفع اتعاب المحامي، بعدين هي ثابت. وانت صدقت قلبي. بيك شي عيني، ما بكفي شو عملت فيك، وفوق الدكه بدها اياك انت تدفع لاتعاب محامي وتطلعها. ما صار شي، لأنك حطيت تشيك وخلصت يا زكي. متر بدي ظهرها، خليها تكون هيدي أول قضية إليك، وإن شاء الله بتكون فاتحة خير. أيوب أنت معك تدفع؟ بعدين أنا بشتغل بمكتب متر رامي، ما فيي استلم قضايا لحالي من ورا ظهره. متر لازم تساعديني، لولا ما إلها غيري، لولا معطرة. لو بتشوفيها غزالي. حلوة مثل الملاك. أهلا فقرة بدهم أدوية، بس هي ما حبت تبيع حالها، هي شريفة، سرقت وتابت. تابت بتعرفي ليه؟ بكل تواضع، لأنها تعرفت علي. الحمد لله على السلامة. صاحبك بكره بيلحقك الصبح، في كم شغلة علقانة. كتر خيرك، فكرناك نسينا. لا ولو، كيف بدي انساكم، انتو شباب طيبة. بس هيك كان عندي ظروف وكم شغلة. معجوق. تبقى المحكمة. بكره بحط محامي شاطر، ما تحكى الهم. المهم انت وفيقك طلعتوا أبرياء والحمد لله. طيب معلمنا طالع اليوم على الضيعة؟ لا. في عندي كم شغلة قبل بدي أعملهم. اخلص منهم قبل ما اطلع. بكره صاحبك بيطلع، بتخففوا لي مشاكل. شو بدكم بالمشاكل؟ اسال مجرب. يلا بشوفك.
صار معي شي اليوم زعلانة لأنك فهمت جوابي غلط. أنا فهمي بطيء، شو بدي أعمل؟ أولاً أنا تحدياتي مش سخيفة، وعم جرب طير لحالي بلا مساعدة أهلي وبلا ما أتكل على حدا. برافو، عظيم. الشغلة مش هينة، ومش دايماً عم بنجح، بس عم ضل جرب. بعدين أنا أنجأ بعدني أخذ استقلاليتي، ومش مقررة أن أرتبط هلأ، بعدين أوكي، بس هلأ لا. طيب مين عم يشارعك؟ أنت حرة تعملي اللي بدك إياه. يلا مامي. لئيم. برد. خلاص خلصت. نار حبيبي. عم ترد حبيبي نايم؟ انه سيموا جنى رد علي كمام يعني. كنا عم بيكمل سهرته على التليفون مع الست ليا. منيح اللي قلت له لا. استني خير عمي. هول البنات ما لهم امان.
لإلي بتقولي لأ يا ندى؟ ماشي. كيفك أيوب؟ ايه مات؟ خير أيوب، ليه ماشي هيك؟ كربج الدوبرياج بإجري أجلك. طب ليك أيوب، رجع كل شي على حاله، رامي وندى. بخصوص لولا ماتر، ما تنسى هيدا سرها. أمتي رح تستلمين الموضوع؟ مش قبل ما أتأكد إنه هالبنت عن جد صادقة. سلامتك حياتي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. رجع الفرح والنور للبيت يا أحلى نور. الحمد لله. قطوع ومرق. ارتاحي بابي، ما بدي اياكي تعملي أي مجهود، أوكي؟ إيه حياتي، لا تصحي بسرعة. لكن نور، هلأ من بعد ما تصحي بإذن الله، شو المشاريع يعني؟ شو المخططات المستقبلية؟ شو؟ نسيت. نسيتي؟ الجامعة نور، بدك تنجحي بالجامعة. او نو غدي، ما بس واحدة تخطب. ايه 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 قلتي ايه نور؟ بعد ما خطبتي ولا رح تخطبي اذا ما نجحتي. مش بس نجحتي، بتجيبي علامات كتير منيحة. 3 سنين نور بيمرقوا. غدي موت بثلاث سنين. مع قلبك شر بابي، بس بهالايام البنت بلا شهادات بتضلها كنز ناقص. رولا، هي صحيح غادي ونور حيخطبوا؟ هيك الهيئة. شفتي، ما حدا طلع من قدها للست نور إلا مسيو غادي. بتشارتوا إنه هيدا من الدوش؟ لو نور ما زهقتي كله شارت شارت. ايه بتشارتي إنه منه من الدوش؟ وينه طيب؟ صحي وينه؟ تشوف شو حتكون ردة فعلها للست غنوة، تعتيره فقير؟ مش بس غيرنا الديكور ونقلنا طابق، ومش حيلا طابق، الطابق اللي فوقه. بتعرف أيوب، كل ما تعلى طابق كل ما يصير أغلى. مهم هلأ هيك طارت قضية راوية وياسر. هلأ صحيح هي القضية الوحيدة اللي كنت متمنية من كل قلبي إنها تطير، بس بهالطريقة جانا للصفر، يعني ما عاد عنا قضايا غير قضية لين طبعا. فبقى قوم فز نهز أيوب. شهور بهور شهور شو بعد ما هش؟ لهش ولا نش؟ سقف بيتنا نش وشلي، انا عم نش وهو لهش ولا نش. كام يوم؟ كام يوم وبس وبيرجع بهش وبنش لتشبعي. حضرت فستان العرس، جبت كل شيء، كل شيء صار جاهز، مش ناقص الا يجي العريس. كلهم عم يضحكوا علي، فاكريني مجنونه. المهم يلي بيضحك بالاخر. كم يوم وبس؟ مش اكثر من جمعه، والرقوه بتاخذ مفعوله. مفعوله. اطلع فيي مصاري تسق، صرت عطيتك اكثر من دايم الدوله. مش دفعت لك بقى ولا قرش. طلع فيي. اذا كم يوم ما حبني وركض وراي وزحف وراي، ايه والله لا. شهور شهور مهور. تعرف مين جنى؟ مين جنى؟ أنا. لا. شهور 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 مهور. شهور تعرف عمي؟ نور وعدتني تتغير، بدها تحط عقليتها براسها وتدرس وتنجح. نور رح تتغير عمي، اسمع مني. ايه من تمك لابواب السما. وندى ندى ندى يا ندى، واللي راح من عمري راح راح راح، واحنا ملينا الرجوع. ندى اختها لنور. نور حبيبة قلبي.
وخد زمننا الشوق وراح راح راح ولا حتزيدوا الدموع ما القلوب اتغيرت والاسامي هي هي. ايوه الو رامي كيفك يا عمي؟ غمرتنا هلا صار نحن دورنا رد العزيمه. ريمه منيحه عراسي. هلا بالله ندى مش احسن انت تقول لها؟ ايه تفضل بليز. طيب اوكي خلص اوكي على الساعه 9 يلا باي باي. ايه شو كنت عم تقول لي عن جنى؟ جنى؟ امبارح بنص الليل كانت عم تدقدق على السلولير. جنى عم بتجن واما جنت وخلصت. ايرين كيفك اختي؟ ليك شو عامله الليله؟ اه والله هيك قال لك. ايه اوكي 9 اتس فاين هيك بكون هاني نام. اوكي يلا باي. ريم بس اثنين بحبوا بعضهم بيتجوزوا ما هيك؟ ايه اوقات حسب. رامي بحب ندى رح يتجوزها. وين بيعيشوا؟ ببيتهم. وانت وليد؟ وانا حبيبي انت عايش بقلبي اول شيء، تاني شيء بعد كتير بكير لهيك حكي، اوكي؟ حبيبي يلا حبيبي بنقول بانوي؟ بنقول بانوي؟ بوسي ايه هيك شو بك؟ اكيد بدنا نقول بانوي. رح نمرق نجيب ندى ولا كيف؟ ولا كيف؟ بس ست ندى قالت انه هي بتعرف الطريق لوحدها. تعال يلا قوم قوم حبيبي. يلا يا بطل عالنوم. ما تعذبها لسمارة؟ إذا عزتوا شي تلفنوا لي. إيه؟ أكيد ما تعتلوا. يلا باي. باي إن شاء الله تنبسطوا. ميرسي. باي. وحياتك افتكرت حالي مغروم بمرت المحامي تبعي وصديقي. هيك دغري مغروم؟ وحياتك مغروم ونص ولراسي. نرقص؟ لا دخلك معجبتك وينن الليلة ما في حدا. قلت لهم ما يجوا الليلة. غريب ليه؟ لأن معي بنت كتير حلوة وبحترمها. لك حبيبي وين أهلك؟ بتعرفي توصلين على دور العجوز؟ اكيد حبيبي بعرف وين. ما تعطلهم هلا بوصلك. عندي مصاري. ما بهم بس بتعرف انه اللي عم تتصرفوا كتير غلط.
ولد من عمرك ما مفروض يكون بالليل لوحده على الطريق. ولك يضرب الحب شو بزل. خلص راحت هيك هيك بقى السرعة كيف كيف كانت الذبحة قوية الله يرحمها. بس مش قادرة. شو هالتغيير المفاجئ؟ أنا بعدني متل ما أنا. شو اللي تغير؟ راوية ما بحياتك كنت أنت المشكلة، وهلأ عم بحكيك بصراحة. يمكن هيدي أول مرة بحكيك فيها بصراحة من أول ما تجوزنا. راوية أنا حبيتك وبعدني بحبك، بس شو؟ كمل. راوية انت حلوة وبعدك حلوة، بس يمكن طيبة قلبك الزايدة عن اللزوم خلتني استلشق واتمادى بعلاقاتي، واعتبر انه خلص صرتي تحصيل حاصل عندي،
وبعترف انك هزمتيني. انا؟ ايه انت هزمتيني بصبرك، بسكوتك، بتحملك لإلي رغم كل الأذى اللي سببته لإلك، وقدرت تفيقيني. كيف؟ يارا راوي أسحك تفكر إنه عندي كراهية بيارا. يارا بنتي وهي أغلى شي عندي، حكيك هيديك المرة فيقني وعاني. شو عم بعمل أنا؟ شو عملت أنا فيكي؟ ببنتنا، بيتنا، شو عملت؟ شو عم تعمل هون؟ جاي عند تيتا سهى. حبيبي ماما سهى صارت روحها بالسما. شو يعني صار عندي ثلاثة تيتا بالسما؟ شو بدي فيهم كلهم؟ ليه راحت تيتا سهى؟ أنا حدك مش رح روح لمطرح. مبلا انت رح تروح معنا دوري مع وليد. انت ما خصك بهول المواضيع، انت مسؤوليتي فاهم؟ كل العالم بفله وانت لا. هلا خليك هون، ريم جاي، قلو ما ينشغل بالهم علي. يا عمي دوختيني انت ورايحة وجاية، روقي شوي قعدي. مش قادرة لين، مش قادرة، مصيبة ورا مصيبة. عم تتخيلي كيف رح يصيروا بروجراماتنا؟ زيارة بالحبس، جلسة بالمحكمة، هيك شي يعني. وفي شي أهم من هيك حضرتك نسيتي. شو؟ جوزك أكيد خسران كتير بالسباق والبورصة والكازينو. شو يعني؟ بدون عشطون البيت؟ وين بروح؟ كيف بعيش لين؟ شو بعمل؟ يا ليلو، ما حدا بيموت من الجوع، بتشتغلي مثل الشاطرة. عادي شوي تنحكي. أول شي لازم نتصل بماهر ويارا، خليهم يجوا بسرعة. ولي لهيدي القصة كمان؟ ضروري يغطسوا للزلمة بهالشغلة الوسخة، معقول؟ هلا شي وصار، شو بدنا نعمل؟ رح جرب اتصل بندى. اوكي. إن شاء الله ما تكون معصبة مني وترد علي. أكيد هي بتعرف رقمها ليارا وبتحكيها بتقلها ترجع. اوكي اتصلي فيها. يا أهلا مدام لين، كيفك؟ ماشي الحال. لا أنا دا مش هون، اطلبيها على السيلولير. نعم. آه الخط مسكر طبعاً. معي رقم يارا. ليه حضرتك ما معك إيه؟ كيف لا؟ آه بس سوري مدام لين، يارا راحت بشغل، مش حضرتك اللي بعتيها؟ نعم. كيف لا؟